أزول أيت ما أستمع معكم حبيبتكم ديهيا اللي تحبكم قد الدنيا. آخر فترة ما نيش نديلكم بزاف فيديوهات، يعني راني نغيب وراكم تتوحشوني وأنا التاني راني نتوحشكم بزاف. أنا بها قررت أنه كل أسبوع راح نحط لكم زوج تاع فيديوهات، كل أسبوع زوج تاع فيديوهات. نهار السبت راح نديلكم كامل فيديوهات اللي تتعلق بالجمال وتتعلق بلا مارك تاعي، راح نحكي لكم فيها على لا مارك تاعي وعلى منتوجاتي والمنتجات الجدد اللي راح يدخلوا مورا رمضان. مورا رمضان وجدت لكم قام جديده ومنتجات جديدة. وقارعوني ثاني يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء راح نحكي لكم فيها فكر بصوت عالي، نحكي لكم قصص من حياتي، رد على الاسئله تاعكم، نعالج المشاكل تاعكم. وحده طلقت مع راجلها، وحده دازت مع حبيبها، وحده عندها بروبلام في العشق والغرام، وحده عندها بروبلام مع اخوها، وحده عندها بروبلام مع صحاباتها، عندك بروبلام في الباك، في اي مشاكل اللي عندك نعالجهم نهار الثلاثاء. يعني قرعوني السبت والثلاثاء من كل اسبوع ان شاء الله بربي راح نحط لكم فيديوهات. وشجعوني ووقفوا معايا ودوها مورايا باش كل مره ندير لكم فيديوهات بالسبت والثلاثاء، لانه راني نلها بزاف وراه عندي خدمه بزاف وعندي قام جديده راني نوجد فيها، منتجات جدد راني نوجد فيهم، سي بور سا ما راش عندي الوقت باه نقعد. راح نحكي لكم على اسراري في المكياج، الصوالح الصغار اللي نديرهم في المكياج باش يعطوني شارم ويعطوني جمالية أكثر. راح نشارك معكم شمارة الصوالح اللي ننصحكم أنكم تبعدوا عليهم ليلة العيد، ما تديروهمش في نهار العيد. وراح نشارك معكم كل شيء خطوة بخطوة، يعني تبعي هذا الفيديو حتى للآخر وراح تعرفي كامل الصوالح اللي راح نديرهم في العيد. شوفي هذا المكياج اللي راك تشوفي فيه هو نفسه اللي راح نديره في العيد. اذا حبيتي تعرفي اذا كان هذا المكياج درته في العيد ولا لا، كل ما عليك انك تابعني في الانستغرام تاعي، هذاك النهار يفوت عليكم معمر بالسعاده والفرح والاوقات الجميله. قبل ما نبدا ندير في المكياج تاعي وشارك معكم كل صغيره وكبيره، نحب نقول لكم بلي راني دايره مسابقه في الانستغرام تاعي. هذه المسابقه سهله جدا، انك تكوني متابعتني على الانستغرام تاعي وانك تطاقي ثلاثه تاع صحابات تاعك في الانستغرام تاعي يقولهم يتابعوني، لانك لما تربحي انت هذوك ثلاثه البنات اللي طاقيتيهم راح يربحوا معاك نفس الجوائز اللي انت راح تربحيهم اذا كانوا متابعيني في الانستغرام. ودركا خلونا ندخلوا في الصح ونوريكم كيفاش انا ندير المكياج تاعي. كما راكم تشوفوا العزبات تاعي راني حاطتهم حدايا. المنتوجات تاعي ثلاثه، منتوجات ديليا بيوتي لا مارك تاعي، حطيتهم حدايا اليوم لانه في حياتي اليوميه دائما نستعملهم. ما تقولوش بلي دي هي راكي ديري بيبليسيتي للمنتجات تاعك، واه انا راني ندير ترويج للمنتجات تاعي بصح شهوه لا حقيقه، لانه انا هاد المنتجات الثلاثه ما يخطونيش، حياتي كومبلي وانا نستعملهم. الخطوه انا نديرها في المكياج تاعي هي كالتالي. شوفي عمري، الا بغيتي المكياج تاعك يخرج لك تحفه فنيه ويخرج لك حاجه ما صراتش، قبل ما تبداي تطلسي في وجهك البنتوره، حاجه الاولى اللي لازم عليك ديريها انك تنقي الوجه تاعك وتنظفي الوجه تاعك وديري له غوماج، صح؟ علاش؟ باش كي تكوني دايره غوماج الوجه تاعك ومرات فاتح اي حاجه راح تحطيها فوق الوجه تاعك راح تخرج شابه، فاهمه؟ سواء شريتي فون دو تاع غاليه، شريتي فون دو تاع رخيصه، حطيتي بودر مليحه، حطيتي بودر ماشي مليحه، راح تخرج فوق البشره تاعك هايله، لانه راكي موجدت لها لا باز. اما لا باش ننظف البشره تاعي وباه نديري لها باش ننظف البشره تاعي بعمق وندير لها غوماج ناعم، راح نستعمل سكين كير ريغولاتير. كيما على بالكم كاع انا البشره تاعي كانت دهنيه بالبزاف، يعني نوض الصباح هاك زيت هاك، وحساسه تاني، وهذه اسوء انواع البشره تكون حساسه ودهنيه. بفضل سكين كير ريغولاتير نسبه الزيوت في البشره تاعي تعدلت، ما راهيش البشره تاعي زيتيه كيما كانت من قبل، اوكي؟ وحتى البنات اللي يحوسوا على تبييض المناطق الحساسه ننصحك بهذا المنتوج، هايل بزاف لتبييض المناطق الحساسه. شوفوا راح نخلي لكم هنا فيديو، راني عطيت لكم وصفه تبيضوا بها المناطق الحساسه. بزاف البنات لما شراوه سقساوني قالوا لي دي هي اسكو هذا كريم؟ شوفي حبيبتي، اذا درتي منه كميه صغيره راح تشوفيه انه شفاف، اذا درتي منه كميه كبيره راح تشوفي انها راح يكون يعني شويه ابيض. البنات اللي سقساني واش هي كريم الاساس المفضل لدي، هو ماك. هذا الكريم الاساس هو المخير عندي واللي نحبه بزاف ودائما نستعمله، وهذه هذا يعني التوب الثالث اللي راني نشري منه. شوفوا دركا قبل ما نبدا نستعمل نطلس الفوندو تاع الوجه تاعي، اول حاجه نستعملوها هي برايمر باز دو ماكياج، يعني نحط باز للوجه تاعي. واش دير؟ الحاجه الاولى انها تكون عازل ما بين الماكياج وما بين الوجه تاعك. الحاجه الثانيه الماكياج تاعك راح يدوم مده طويله. واش راح نستعمل؟ راح نستعمل لو سوا. هذا لو سوا اللي فيه 30% عسل حر، فيه فيتامين او، فيه الوفيرا، وفيه بزاف بزاف
انتعاش. واو، ما تأملوش عقلكم شحال كاين انتعاش لما ديري هذا المنتج، حاجه روعه. الا كانت البشره تاعك ناشفه جافه نصحك به هذا المنتوج، احسن ألف مره من انك تشري كريم مرطب وديريه. تعجبني الريحه تاع الحسن بزاف. دروك راح ننتقل لمرحله البندوره، الفون دو تان. شوفوا هاد الفوندو تاع نحبها بزاف، راني شريت منها التوب، هذا التوب الثالث اللي راني نشريه من هاد الفوندو تاع لانه نحبها بزاف. شوفوا البنات، باش نكون صريحه معكم، انا في حياتي اليوميه نحب نستعمل يدي، ما كاش حاجه خير من اليدين. اما لا، راني حطيت الفوندو تاع على اليد تاعي، راح ندير نقاط. علاش درت كيما هكا هاد النقاط؟ هاد النقاط يساعدوني في توزيع كريم الاساس على الوجه تاعي. شوفوا هاد الاسفنجة، لما تكون هاد الكوتين نستعملها تحت العين، صح تحت العين. اما هادي نستعملها في الخدود تاعي باش نوزع الفوندو تاع على باقي المناطق. سي بون، راني طلست الفوندو تاع على كامل الوجه تاعي. دركا بزاف البنات بعد الفوندو تاع راح يديروا اونتي سيرن كونسيلر خافي العيوب، انا عطيت لكم اسمه تاعه بثلاث لغات. اما لا، انا نهار العيد ما راحش ندير اونتي سيرن، ما راحش ندير خافي العيوب، لانه ديجا الفوندو تاع اللي راني دارتها بزاف عليا. دركا راح نثبت كريم الاساس اللي درته بالباودر. علاش بزاف الناس يقولوا لي هي بس اقصيك، علاش اليوتيوبرز دائما نشوفهم يديروا بودر فوق الكريم الاساس؟ عينيه حبيبتي حبيبه القلب، شوفي كريم الاساس كون ديريه كيما هكا وما ديريش فوقه بودر، واش راح يصرى؟ راح لما نهار العيد ان شاء الله بربي كاع غادي نبدا مواح 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 كي راكي غايه لاباس وسلموا على بعضنا، غادي كاع يطير. فاهمه كيفاش غادي يطير؟ على بيها واش نديرو؟ جيبي بودر و تبتي بيه الماكياج تاعك باه ما يطيرش، باش كي تبداي تسلمي على حبيباتك وتسلمي على صحاباتك ما راحش يطير، راح يقعد لاصق في الوجه تاعك. فوالا. شوفوا البنات، راح نولي لكم واحد الحيله شابه وانا نبغيها بزاف ودائما نديرها. انا مانيش دايره اونتي سير، مانيش دايره كونسيلر، مانيش دايره خافي العيوب، بصح راح ندير حاجه واحده اخرى في بلاصته. هاد الحاجه اللي راح نديرها هي اللي راح تضوي لي هاد المنطقه تحت العينين تاعي، اوكي. وهذاك شغل حيله شابه بالبزاف. راكم تشوفوا هاد لاباليت، هاد لاباليت راني شريتها من جولد روز. هاد لاباليت حتى حاجه ما عجبتني فيها، الحاجه الوحيده اللي عجبتني فيها هاد اللون اللي هنايا جاي مايل صفر، جاي شغل صفر كيما البنان، اوكي. واش راح ندير؟ راح ناخذ البونجا تاعي وراح ناخذ هذا اللون، هذا اللون الاصفر اللي جرى كملت ماما، راني نشري وحده ما لهيتش باه نشري وحده الغالب، وراح نحطه تحت العينين تاعي. راكم تشوفوا كيفاش؟ شفتوا الفرق ما بين هذا العين وهذا العين؟ هذا العين تبان ضاويه. فوالا، هذه حيله شابه نصحك انك ديريها. ماشي مش هاد لاباليت، انا هاد لاباليت ما عجبتنيش صراحه، عجبني غير هذا اللون وشريتها على جال هذاك اللون برك، تقدري تلقايها في اي باليطه واحده اخرى، اوكي. يا درا يا درا واش وي الحركات اللي نديروهم حنا نسا، لا لا بيزار، ديروا صوالح بيزار 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 بيزار. سي بون، رانا كملنا مرحلة تاع الباودر، يعني بعد ما طلصنا وجهنا بالباتورة رانا رمدنا في الفارينة. دركا الجاية، شوفوا البنات في هذا الفيديو قلت لكم نفس المكياج اللي راح نديره هنا هو اللي راح نديره في حياتي اليومية، ونهار العيد ان شاء الله بربي نعاد عليكم بالصحة والهنا. شوفوا في نهار العيد انايا في حياتي اليومية صراحة ما نديرش كونتورينغ، يا الكونتورينغ مديور على جال الليل، يا كونتورينغ مديور على جال السهرات. موالفه دي فون دخل لو فيديو تاع البنات هاك تبدا لك دير لك في كونتورينغ وما عباليش. يا البنات ما تبعوش لا تشوفوش نيكي توتوريال وجاكلين هيل وما عباليش لي كيما يقول لك بيوتي غورو لي زاميريكان ولا لي فرونسي، وتقعدوا تعاندوا فيهم وكيما يديروا هما ديروا نتوما، وتقعدوا تقلدوا التقليد الاعمى، صح. شوفوا الكونتورينغ هذا مديور على جال السهرات، هما حياتهم ماشي كيما حياتنا، صح. هي باغ اكزومبل نعطيك لها مثال، هي كل يوم تسهر، كل يوم تخرج في الليل، كل يوم تتصور في الليل، سي نورمال ندير هاد الصوالح. بصح انايا بنت جزائريه ما نسهرش، ما نخرجش في الليل، ما نديرش هاد الصوالح. اما علاش نكذبوا على بعضانا ونقعد ندير لك في الكونتورينغ؟ كونتورينغ ديرها وحدك كي تكون عروسه، كي تكون عندك عرس، كي تكون عندك احتفال، وفاهمين كيفاه. دركا واش راح ندير؟
دركا راح نستعمل هذا البرونزر من ماك. اذا لاحظتوا بزاف انا استعمل منتجات تاع ماك لاني نحبها ولانها خرجت عليا. غادي نستعمل بانسو دير كيما هكا. شوفوا تقدر تبرونزي الوجه تاعك، البرونزاج حاجه عاديه. علاش؟ باغ اكزومبل كي راني طلست الوجه تاعي دركا انا بالبنتوره وعملت في الفارينه، راكي غادي نبان، راني نبان منتفخه في وجهي. اما علاش هذه قلي كي نبرونزي الوجه تاعي راح نحدد المعالم تاعه. دوك نفهمكم على كيف. باغ اكزومبل على سبيل المثال اذا كانت عندك الجبهه تاعك كبيره راح ديري كيما هكا صح، راح تقومي شغل غادي ديري، غادي ديري برونزر من هذه الناحيه صحيح، شغل تعوضي في بلاصه اللي ديري الكونتورينغ ديري برونزر. سي بون، فهمتي على كيفاش؟ شفتوا كيفاش؟ دركا اش راح ندير الا ما كانش عندك الخدود؟ اوكي انا الحمد لله مخده مخده مخده، انا الحمد لله زعما عندي الخدود، زعما ما عنديش مشكله معاهم. الا ما كانش عندك الخدود واش راح ديري؟ شوفي راح نجيب منه الودن تاعي، بالودن حتى لهنا وما تبدا العين تاعك. شفت واحد البنت وصلت الماك الى البرونزر تاعها حتى لهنا، هاد المنطقه البرونزر ما وصلش حتى لهنا. سي بون، هاد المنطقه في الوجه تاعك هنايا هادي كيما تضحكي تبان هاد المنطقه، لا كونتوري ولا البرونزر يوصلها. سي بون، فوالا اللي دار. كما راكم تشوفوا راني برونزيت الوجه تاعي، ما درتش الكونتورينغ بصح كنت قابزه وكنت ذكيه وعوضت الكونتورينغ بالبرونزر. علاش؟ كما قلت لكم الكونتورينغ مديور للسهرات ومديور لليل وماهوش مديور للحياه اليوميه. اوكي، لما صنعوه ما صنعوش الحياه اليوميه. دركا راح نوريكم واحد العفسه جديده واحده اخرى. لما ديري تبرونزي الوجه تاعك، اذا كنتي يعني اذا اليد تاعك هربت لك شويه تقدري تصلحي اي خطا درتيه في الوجه تاعك، انك تجيبي نفس البودره اللي حكيت لك عليها اللي درتيها تحت العينين تاعك وديريها. الوجه تاعنا ربي خلقه متناسق صحيح، ربي خلق الوجه تاعنا متناسق. النيف تاعك لازم البرونزر تاعك شتو الحواجب، هذه الجهه مع الحواجب هاك، ماشي هنا، شي هنا، شي هنا. بزاف بنات يديروا هنا، لا، مع الحواجب تاعك تناسق يكون هكا. شفتوا كيفاش؟ جي مع الحواجب تاعك. الوجه تاعنا عنده قالب ربي خلقه سبيسيال فيه، لازم تتبعي هذاك القالب اللي ربي خلقك فيه. فاهمة كيفاش؟ ما تروحيش ديري بدعة من عندك وتباني بيزار. فوالا راني درتها غير في الأنف تاعي، ما كاينش تاني لازمك، ماكش حوجيانة باقي جبدة جبدة. دوكا نروح للبلاش تاعنا. أنا كملت هاد العين، راح نروح ندير هادي. اول حاجه ديها قبل ما تحطي لي فاغا بوبيير دي لا للعيون على العينين تاعك هي انك تحطي باز. هاد الباز سواء تكون كونسيلر ولا برايمر ولا فونداتا، انا اليوم راح نحط درماكولا. انا خيرت درماكولا لانه قوام تاعها جيد. راح نستعمل دي لا للعيون فاغا بوبيير اي شادو دير كيما هكا. راح نستعمل دي لا للعيون لونه نفس لون البشره تاعي. علاش؟ لانه هذا ديال العيون راح يكون هو الطبقه الاولى اللي راح نستعملها، راح يكون هو الطبقه الاولى من ديال العيون اللي تسهل عليا دمج الالوان اللي راح نحطها من بعد كينا فوقها. ديال العيون اللي حبيت نديرها هاد العيد حبيتها تكون بيبي بينك، على بها خيرت اللون كاب كيك. هذا اللون يجي عليها كامل البنات، سواء كنتي بيضاء سواء كنتي سمراء، مهما كانت اللون البشره تاعك راح يجي عليك. حابه كتر بزاف الوان، على بها راح ناخذ نفس لون الهايلايت تاعي اللي درته وراح نديره في البديه تاع العينين تاعي. اذا ما كانش عندك هذا اللون تاع الهايلايت، ممكن تستعملي لون داير كيما هكا. بعد ما حطيت كميه في صبعي واش راح ندير؟ راح ندير سوان الوان اللي راني درتها في عينيا، فريمون حاجه سهله. شوفوا انايا في العيد ناخذ بزاف صور وندير لكم لايف وكل شيء، على بيها راني باغي نزيد حاجه تكون شويه طوب شويه تبين العين تاعي لانه عينيا بطنين. على بيها راح ناخذ هاد لي بايات ونحطهم في هاد المنطقه في العين تاعي.
البنات اللي حبوا يشوفوني نهار العيد تابعوني في الانستغرام تاعي اللي هو دي هي بيوتي. تماك راح تشوفوني في نهار العيد وراح ندير لكم لايف وراح نحكي معكم. مانيش عارفه راكم تشوفوا فيه كيما انا ولا لا، بصح فريمون راه يبان لي حاجه روعه. دركا راح نحط اي لاينر. شوفوا البنات، انا نهار العيد راح ندير هذا اللون صح. صبر انا كملنا، دركا راح نثبت المكياج تاعي بالسوا. دركا كل وحده فيكم راهي شافت انا كيفاش راح ندير المكياج تاعي نهار العيد. دركا انتيا اللي راكي تشوفي فيا قولي لي نهار العيد واش راح ديري مكياج، وكيفاش راح ديري مكياج، واش هي الالوان اللي خيرتيها للمكياج تاعك، واش هي اللبسه اللي راح تلبسيها مع هذاك المكياج. قولوا لي واش هما الكاطو اللي درتو في العيد، حابه نقرعج شويه عليكم كيما نتوما ثاني تحبوا تقرعجوا عليا. حابه نعرف واش هو الكاطو اللي درتوه. فوالا سيبو الفيديو راه كمل. نتمنى لكم عيد سعيد ان شاء الله، بربي نعاد عليكم بالصحه والهنا. قلت لكم بلي راني دايره مسابقه في الانستغرام تاعي اللي هو دي هي بيوتي. هذه المسابقه جد بسيطه، ما تنساش تشاركي فيها باش تربحي اللاكام تاع دي هي بيوتي. كامل المنتجات اللي راح تشوفي فيهم راح تربحيهم. واذا طاقيتي ثلاث صحاباتك وهذوك صحاباتك الثلاثه قاموا بمتابعه الانستغرام تاعنا راح تربحي انتيا والبنات اللي راكي طاقيتيهم معايا. فوالا هذو هما كاع الصوالح اللي عندي نقولهم لكم. ما تنساوش تقرعوني كل اسبوع اليوم الثلاثاء نهار 3 ان شاء الله بربي راح ندير لكم فيديوهات تفكر بصوت عالي، ونهار السبت ان شاء الله بربي راح ندير لكم فيديوهات مكياج وفيديوهات تجميليه وخلطات وماسكات وكامل الصوالح اللي تحبوهم وتحتاجوهم.